جهودنا كحكام، جهودنا كمسؤولين، جهودنا كإعلاميين، إن إحنا ننبه شعوبنا ونفهمهم قد إيه إن الأمال اللي هم بيطلبوها وإمكانية تحقيقها ما لم ندرك عوامل الزمن وعوامل الظروف اللي بتمر في كل دولة وتحول بينها وما بين هذه الأمال، قد تسبب الإحباط وقد تدفعهم إلى إجراءات. أنا بحاول أستفيد من الـ من الـ من الـ يعني الجلسة دي في إن أنا أتكلم. إحنا بنتكلم على الفرصة والاستقرار فرصة، خلي بالك. صحيح يا كل اللي بتسمعوني، الاستقرار والأمن فرصة، اوعى تهدروها. لأن إحنا قبل ما نتكلم على تكامل عربي أفريقي، وقبل ما نتكلم على تواصل عربي أفريقي، وقبل ما نتكلم على مشروعات عربية أفريقية، خلي بالكم من استقرار بلادكم. زي ما قلت حضرتك، استقرارنا في أو استمرارنا في استقرارنا، استقرارنا استثمار قبل ما نتكلم في الاستثمار المشترك بيننا وبين بعضنا. على كل حال، فأقدر أقول إن المخاطر الصراعات السياسية في دولنا نتيجة حاجات كتير جدا جدا، افتكر إن احنا ما عندناش فرصة أو إن احنا نتكلم فيها، غير إن احنا مطالبين إن احنا ننخرط في تواصل وفي برامج تستهدف شبابنا وتستهدف عقولهم، ولا تترك عقولهم للآخرين ياخدوهم في اتجاهات صحيح قد تؤدي إلى ذلك. أرجع بس تاني، معلش أنا عارف إنك متعجل جدا وأنا معاك في الوقت، إحنا ممكن نقعد نتكلم لغاية ما نخلص كل الموضوع، لكن أرجع تاني وأقول إن إذا كنا بنتحدث على التكامل أو التعاون القريب بين المنطقة العربية، لابد أن نتجاوز كل التحديات التي تعوق هذا التعاون.